تعرف عزيزتي الطالبة، لأهداف درسنا لهذا اليوم عن التعبير الكتابي حول كتابة رسالة شخصية. تعرفنا في دروس سابقة عن صيغة الرسالة الرسمية، وهي ما بين الجهات الرسمية كالدوائر والمنشآت أو كمسؤول مباشر أو غير مباشر خلال العمل الوظيفي. نتعرف اليوم على درسنا وأهداف درسنا إلى الرسالة الشخصية. الرسالة الشخصية أي تخص الإنسان مع أقاربه، أصدقائه، أو من تكون علاقة مودة فيما بينهم. الهدف الأول، تحدد الطالبة سمات النص الرسالة بشكل صحيح. تولد الأفكار الطالبة الأفكار حول الموضوع في مخطط تنظيمي. تكتب الطالبة موضوع الرسالة في المسودة موظفا. علامات الترقيم وأدوات الربط. تعرف على عناصر الرسالة الشخصية. نبدأ دائما بالبسملة، اسم المرسل. المرسل إليه بمعنى لمن أريد أن أرسلها، لصديق، لقريب، لأخ، لأب، وتذكرين صفته: أخي العزيز، أختي العزيزة، صديقتي الغالية، وهكذا. هذا ما يقصد به الصفة. هذا ما يقصد به الصفة مع الاسم: صديقتي هبة، أختي العزيزة مريم، وهكذا. تكون الاسم مع الصفة. ثم أنتقل بعد التحية عن طالبتي العزيزة، بما إنها تحية ورسالة شخصية فممكن تضيفين وتعبرين عنها بعواطف وعبارات كلمة وكلمات جميلة تدل على المحبة والمودة. ثم ندخل إلى الغرض من الرسالة. الغرض من الرسالة موجهة الرسالة لغرض ماذا؟ شكر، تقدير، دعوة، عزاء، مجرد مودة، تعبير عن مشاعر، مودة. تكتبين في العرض بعد التحية، تبدأين بالغرض. ثم أصل إلى الخاتمة. طبعا دائما في الخاتمة أستخدم كلمات وأخيرا، وتبدأين بطلب. ما هو الطلب الذي تريدينه من مرسل؟ زيارتك، استمرار المودة، الدعوة للمناسبة. فبعد كلمة أخيرا في الخاتمة، أو إذا الدعاء له بالتوفيق، وهكذا. ثم نبدأ نصل إلى الخاتمة، تكتبين اسمك أنت المرسلة مع الصفة مثل ما كتبنا في البداية: إلى صديقتي، إلى أختي، إلى أمي، إلى أبي. أيضا هنا تكتبين صديقتك، ابنتك، وهكذا من هذه الصفات. ثم التاريخ، تاريخ المرسل مع اسم المدينة التي تقيمين فيها. هذه طالبتي العزيزة العناصر الأساسية التي يجب أن تحتويها الرسالة الشخصية. الآن طالبتي العزيزة، نعود إلى الكتاب ونفتح الكتاب عند صفحة 148 عند النموذج الذي عرض في الكتاب لكي نضع عليه ونعلم عناصر الرسالة الشخصية، لأن نتعلم منه بالنموذج لكي يفيدنا في كتابة الرسالة في نهاية درسنا. نبدأ بالعنصر الأول. لدينا صديقي العزيز. اكتبي طالبتي هنا الصفة، هنا صفة جمال، إذا المرسل إليه. إذا أنا أرسل إلى صديقي جمال. ما هي صفته؟ صديقي. ما اسمه؟ جمال. إذا أولا
كتبنا اسم المرسل إليه مع صفته، ثم نبدأ بالتحية، تحية طيبة وبعد. وتحبين تضيفين أي عبارة أخرى تدل على المحبة والمودة؟ لا مانع من ذلك. ثم نبدأ بالغرض من أرجو أن تكون والأهل في صحة جيدة، وأدعو الله أن أراك قريبا. إذا هذه كلها التحية مع هذه العبارة طالبة العزيزة، نكتب جنب إنها المقدمة. ماذا أكتب في مقدمة الرسالة؟ طبعا لا ننسى بأن نبدأها دائما بالبسملة، ثم المرسل والتحية، ثم هنا أيضا عبارة أو جملة تعبر عن المودة والمحبة بين المرسل إليه والمرسل. نبدأ بالخطوة الثالثة وهو مضمون الرسالة. أنا لماذا كتبت رسالة إلى صديقي جمال؟ أكتب إليك لأخبره عني وعن أحوالي. إذن هي رسالة نوع مودة بين الأصدقاء، يخبره ويطلعه عن أخباره وأحواله، لربما حدث له شيء. دعونا نرى. فقد وقع الاختيار علي لأكون ضمن فريق المدرسة الذي سيشارك في المسابقة الوطنية للمناظرات على مستوى المدارس الابتدائية. إذن هنا يخبره بأنه تم الاختيار والمشاركة في المسابقة الوطنية، ثم يعبر عن مشاعره هو، لأنه المرسل هو يعبر عن مشاعره. قد فرحت كثيرا بهذا لأنه صديقه، فيبدأ بوصف مشاعره، يعبر عما في نفسه بحكم العلاقة التي تربطهما، فهو سعيد وأحب يشاركه هذا الفرح مع من؟ مع صديقه أو أقاربه أو أي شخص يرغب ويكون قريب على نفسه. قد فرحت كثيرا بهذا الاختيار لأنني أجد نفسي في مثل هذه المنافسات، وأشعر إنها فرصة ذهبية لتطوير مهاراتي وقدراتي في الحديث. وقد بدأ المعلمون في تدريبنا. انظري، طالبتي بدأ بالوصف، والوصف بكل عبارات، عبارات تدل على الوصف الدقيق، وصفا دقيقا. إذا تحتاجين إلى عبارات طويلة تصفين بها كل حدث تحبين أن ترغبي تطلعين عليه، صديقتك أو زميلتك أو أحد أقاربك. وقد بدأ المعلمون في تدريبنا بشكل مكثف على الجرأة والثقة بالنفس عند مواجهة الجمهور. وأيضا قامت المدرسة بتنظيم مسابقات داخلية للمناظرات لإعدادنا بصورة مناسبة. تذكرون يا طالبات عندما تقام في مدرستنا مسابقات، نختار ثم تبدأ المنافسة داخل المدرسة مع إشراف معلم على المسابقة في توجيه وتنظيم الطلاب في المسابقة. ثم ننتقل، ومن ناحيتي فقد بدأت الآن تحدث عن الجانب اللي مشرف عليه، الآن يتحدث عن نفسه ويبدأ بالتحدث عن نفسه من خلال ماذا يقدم هو لهذه المسابقة. ومن ناحيتي فقد بدأت أخصص ساعات في اليوم للقراءة ومتابعة البرامج الحوارية في القنوات الفضائية لصقل مهارتي. إلى هنا انتهى. تكتبين يا طالبتي من أكتب إليك لأخبرك إلى نهاية جملة الحوارية في القنوات الفضائية لصقل مهارتي. هذه تكتبين جنب يا طالبتي العزيزة الجزء الثاني من الرسالة، وهو العرض. عرض الرسالة ماذا تضمن؟ تضمن المضمون. إذا انتهينا من المقدمة، جئنا إلى العرض، نصل إلى الخاتمة. يجب أن تكون دائما كتابتي منظمة. يجب أن تكون كتابتي منظمة. نعم. نأتي إلى الخاتمة، ودائما تكشف لنا الخاتمة من كلمة نعم. أحسنتي. وأخيرا، إذا الآن كتب له عن
الرسالة الشخصية، ما هو مضمون الرسالة؟ الآن ماذا يريد من صديقه أو صديقته؟ ماذا يريد؟ ما هو الغرض؟ أنتظر منك أن تكتب لي رسالة تخبرني فيها عن أحوالك وآخر أخبارك المدرسية وهوايتك التي تحب ممارستها. إذن وأخيرا بدأنا بالخاتمة، تبدأين بطلب، إذن يطلب منها استمرار الرسالة في تبادل الأخبار والأحوال وأن تبقى على التواصل معه. شوفي انظري طالبتي، تبادل هنا المودة والأخبار وكل الأحوال، وهنا نبدأ بالخاتمة. أرجو لك دوام النجاح والتوفيق، ولا تنسى من دعا من ولا تنساني من دعائك. إذن هنا جاء آخر شيء، هذه العبارة اللي نختم دائما، العبارة اللطيفة التي تدل على المودة والمحبة. انتهت الرسالة بالمقدمة والعرض والخاتمة، ولا ننسى العنصر الأخير من الرسالة، العنصر رقم 5، المرسل من؟ نعم صديقك جاسم، اسمك والصفة ثم التاريخ والمدينة التي أنت تسكنين فيها أو صديقي الذي يسكن فيه، ويرسل لك الرسالة. إذن طالبتي، بعد أن تعلمنا وتعرفنا على نموذج من كتابة الرسالة، هل تستطيعين كتابة رسالتك الخاصة الشخصية؟ أنا واثقة من أنك تستطيعين، لكن دعيني أساعدك مرة أخرى. في أولا تبدأين بكتابة توليد الأفكار، لمن هي الرسالة المرسل إليه؟ ما هي صفته؟ ما المضمون؟ ما هو المضمون؟ أي جزء من الرسالة الشخصية؟ ما هي العبارات التي تحبين أن تعبرين عنها، عن المشاعر والمودة؟ ولا ننسى أن نبدأ دائما بالبسملة، ثم تجزئين إلى مقدمة وعرض وخاتمة، والختامة دائما بعبارات تختمين الطالب من المرسل وصفته والتاريخ. تدونين كل هذه طالبتي في ورقة، ثم تبدأين بالكتابة.
الآن طالبتي، دعينا نتذكر معا ماذا تعرفنا في درسنا لهذا اليوم. نعم أحسنتي، تعرفنا عن كتاب كيف نكتب رسالة شخصية. اليوم نخصص بالذات إنها رسالة شخصية. هل تستطيعين أن تعرفينها لي؟ ما معنى الرسالة الشخصية؟ نعم، إنها الرسائل التي يتم تبادلها بين أشخاص يعرفون بعضهم بعضا، بحيث تربطهم علاقات شخصية كالأقارب والأصحاب والمعارف وأمثاله. تتألف الرسالة الشخصية، لبدأنا من ماذا؟ بسملة، واسم المرسل إليه، وصفته، ثم نبدأ بالتحية، والتحية تعبر عن العواطف، ماذا تريدين أن تكتبين من كلمات رقيقة، شيء خاص يعود إليك، أهديك سلاما أرق من النسيم. انظري، عبارات تستخدمين فيها التشبيه، أهديك تحية صادقة وسلاما عاطرا. هذه كلها عبارات نقول فيها تدل على التحية لمن تحبين. ثم ننتقل إلى هذه طبعا ذكرنا ماذا في الجزء الأول، المقدمة، بسملة، اسم المرسل إليه، صفته، والتاريخ، التحية، آسفة، ثم بعد ذلك عبارة المودة والمحبة التي تربطك به. ثم ننتقل إلى العرض اللي هو مضمون الرسالة أو الغرض، لماذا أرسلتي له، وهو صلب الموضوع أو مضمون الرسالة، تذكر فيه ما تودين قولا لهم، وما يميز موضوع هذه الرسالة. طبعا يكون دائما أعيد وأذكر طالبتي العزيزة، الرسالة الشخصية تكون مليئة بالعواطف الشخصية، مليئة بالعواطف الشخصية. طبعا يعود هذا بحسب قوة العلاقة بينك وبين المرسل إليه. انتهينا من العرض، نصل إلى الخاتمة، كأن نقول وأخيرا، أو نقول وتقبلوا مني أسمى آيات الحب والوفاء، وبها تختم رسالتك، ثم تقولين من المرسل على جانب الجهة اليسرى، المرسل، اسمك وصفتك، ثم تاريخ اليوم المرسل مع المدينة.